ممكن يكون متنظم كويس، متعلم كويس، واقف كويس، لكن تبقى الأخطاء الساذجة جدا عند مدافعي وحارس مرمى علي سالم. الأخطاء ساذجة جدا جدا، بينسوا بشكل كبير. يعني انت بص هنا الوقفة ماشي، يعني زي ما قال كابتن خالد ممكن يلعب 4-4-1-1 وساعات بيلعب 4-1-4-1، يعني عايز يملى نص الملعب بشكل مكثف جدا. هنا الخطوط اللعيبة كلها باستثناء بوكو اللي قدام، ومع ذلك بص اقف تاني وقف تاني، هي نفس الاخطاء بتاع الماتش الاولاني. بيرسي تاو لو كهربا بس رفع عينه، او قفش اسف كان رفع عينه، هلاقي بيرسي تاو انفراد لوحده خالص يعني. ومع كل التكتلات الدفاعيه اللي عملها سيمبا اتيحت للاهلي اكتر من كره سهله جدا وبسيطه جدا، كانت تبقى كفيله ان تخرج الاهلي فايز هدف او هدفين يعني. الشوط الاول ليش غابت الشراسه عن الاهلي؟ ليش يستمر هذا الشكل من إهدار الفرص؟ هل فاجأ روبرتينيو الأهلي ومدربه كولر، أم أن حالة الأهلي هي التي جعلت سيمبا يبدأ بشكل أو يظهر بشكل أفضل عما كان عليه في مواجهة الذهاب؟ لا هو فاجئ بالتركيبة بتاعته، فاجئ بالطريقة والتنظيم بتاعه اللي عمله بشكل ممتاز جدا، وفاجئ كمان بعملية الضغط على الأطراف من بداية المباراة. في أول 25 دقيقة الأهلي كان بيلعب كرة عشوائية بشكل كبير جدا. أنا شايف إن سيمبا كان جيد دفاعيا عكس المباراه الاولى، والاهلي كان سيء هجوميا عكس المباراه الاولى، وده واضح من التركيبه بتاعت الراجل. الراجل بدا بسعيده تحت بوكو كراس حربه قدام، ولعب بدينيس على الجبهه اليمنى، ولعب بكلاودز تشاما كلاعب على الجبهه اليسرى، الاثنين وقفوا مع لولو هاني فترات كبيره جدا جدا. النقطه الثانيه انه ملى نص الملعب اسامه اوقات كتيره جدا، بينزل سعيد ويلعب كثالث في نص الملعب، ودي كره من الكرات اللي بتورينا التنظيم الجيد اللي بدا بيه الراجل في الدقيقه كام؟ دقيقه 10. هنا 4-4-1-1 بسعيده تحت بوكو، او 4-4-2 والخطوط بتاعتهم قريبه جدا، ده ما كانش موجود في المباراه الاولى. المساحات كانت كبيره، اطراف الملعب كانت سيئه جدا، انما النهارده مدي تعليمات لكل لعيبه سيمبا بالرقابه اللي مفروض على بيرسي تاو وعلى حسين الشحات. واوقات بعد ال 25 دقيقه شفنا دخول بيرسي للعمق ودخول الشحات للعمق، ده يمكن اتاح الفرصه لهاني ومعلوله، لكن على استحياء انا شايف ان تنظيميا سيمبا تفوق على النادي الاهلي، والاهلي هجوميا لم يكن بالشكل الجيد لانه بيلعب من الواقف من الثبات، ما بيلعبوش بالحركه بدون كوره فردي، ما بيلعبش بشكل جماعي. اللي بيميز النادي الاهلي عن نادي عن اي نادي تاني خالص بالنسبه للكره المصريه، النادي الاهلي في جماعيته في الثلاثي الامامي. النهارده في فرديه كبيره جدا موجوده عند بيرسي وعند الشحات وعند كمان كهربا. هنا طبعا بتتكلم على كهربا موجود لوحده جوه الصندوق، مع ان المفروض المباراه في استاد القاهره المفروض يكون الاهلي اكتر شراسه واكتر كمان حضور لقدام بمروان بديانج بقفشه، انما للامانه في بعض الاوقات ما كانش فيه الشكل الجماعي للخماسي الامامي بالنسبه للنادي الاهلي. اكثر من لاعب كانوا في غير حالتهم، خاصه مثلث المقدمه، كنا ننتظر الكثير من حسين الشحات ومن بيرسي تاو تحديدا، لكن لم يظهر اي فارق يصنعونه على صعيد الخطوره على مرمى فريق سيمبا. كابتن سيد شوف ان استعدادهم ودخولهم في اللقاء ما كانش على المستوى المطلوب، اشوف ان دخولهم للقاء ان هم استسهلوا اللقاء شويه، يعني الفرص اللي اتيحت في مباراه الذهاب واحراز الاهداف في مباراه الذهاب خلوا يعني انطباع عند اللعيبه ان ممكن المباراه تبقى اسهل، وده خطا كبير جدا. انا ميل في الشوط الثاني ان ينزل واحد من اصحاب المهارات الفرديه الصغيره في المساحات الصغيره مع التكتل الدفاعي لفرقه سيمبا، وخصوصا في ثلث الملعب الاخير، ان ينزل واحد زي كريستو رغم ان هو صغير في السن لكن يجيد التعامل مع الكرات والمساحات الضيقه، ويجيد كمان واحد ضد واحد بشكل كويس يفتح الخطوط انت محتاج. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا حاوت الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه مع من كوره الكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن خالد بيومي وضحوا لنا كل حاجه. النادي الاهلي فعلا استسهل في المباراه، من اللعيبه من المدرب من الجمهور كمان، كل الناس كلها استسهلت المباراه. اللعيبه النادي الاهلي ماسك الشوط الاولاني كله، عمل كل حاجه في الكوره، ناقصوا الهدوء، ناقصوا التركيز، ناقصوا ان الكوره تحط في الشبشب. هو عمل كل حاجه في الكوره، لكن فاضل ان الكوره تترجم الى هدف، لان الكوره لو ما ترجمتش الى هدف كل اللي عمله النادي الاهلي ده ما بيذكرش. ليه؟ لان في الاخر النتيجه كانت 1-1 من تعادل، وطبعا اسست على المعلول ووجود كهرباء. الكابتن خالد بيومي بيتكلم على وجود كهرباء محرز هدفين، تسلل والثالث اللي هو اللي هدف التعادل للنادي الاهلي، فهو كهربا يعتبر هو اللي خلى النادي الاهلي
ينقذ النادي الاهلي، نقول بقى من خروج من فضيحه زي ما انت عايز تقول تقول، لكن النادي الاهلي زي ما الكباتن قالوا هو استسهل المباراه. لكن كمان يعني انا كنت مستصعب وجود كريستو في الملعب لانه بعيد عن المباراه، كنت مستني الكابتن مثلا امام عاشور، رضا سليم، موسى من جنب الكهرباء يطلع وينزل كهرباء خصوصا من تماسك المباراه، حتى هدف التقدم اللي جابه سيمبا هدف عشوائي جدا يعني لعبها بالهيد خبطت في دماغ واحد وراحت عكس ما موجود محمد الشناوي. النادي الاهلي بصراحه كان حرام يخرج لان هو يعني مسيطر على يعني هو مباراه الذهاب لو كان الاهلي مركز خلصت الشوط الاولاني 2-3 و4 واجمعوا كل من جاء كره القدم على هذا الكلام. لكن الحاجه الثانيه اللي هو النادي الاهلي هنا انت لو عندك شويه هدوء شويه تركيز شوف الاولاني يخلص 3-4 وتمسك المباراه يعني اكنها حفله اكنها كرنفال. لكن ده كان تعليق الكابتن خالد بيومي والكابتن سيد عبد الحفيظ. وعبد الحلقه عجبك دايما كل جديد على هواك الخواجه حبيبي.